الدعم. آخر أخبارنا النهاردة هيكون عن حالة إنسانية استغاثة وصلت لينا من إحدى مشاهدات البرنامج، برنامج 90 دقيقة، وهي الأستاذة شروق محمد بتطلب مننا عرض حالة ابنها حمزة. حمزة مريض ومحتاج علاج، قد يكون هذا العلاج غير متوفر وهي غير قادرة على توفيره. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي موجود على الشاشة، خلونا نسمع من والدة حمزة المطلوب بالظبط. أستاذة شروق معايا على التليفون؟ أيوة مع حضرتك. أيوة مساء الخير يا أستاذة شروق. يا فندم ألف سلامة على حمزة، وقولي لي المرض عبارة عن إيه بالظبط؟ المرض ضمور عضلي شوكي. أيوة. حمزة ملوش علاج في مصر خالص. حمزة محتاج إن هو ياخد حقنة في النخاع الشوكي اللي في ظهره، هتغير وهتخلي حمزة يعيش طيب معاه. إحنا هنشيل الفيديو وحضرتك كملي لنا الحكاية، اتفضلي. أيوة. هي الحقنة اللي إحنا عايزين نجيبها، هي ممكن إن هو يسافر ليها وممكن هي تجيله هنا، بس إحنا عايزين نوصل للحقنة. حمزة بيموت كل طيب يوم. طيب الحقنة دي قالوا لك موجودة فين؟ في أي دولة؟ أمريكا. في أمريكا. أمريكا. تمنها كام؟ ثمن الحقنة بيتجاوز كل يوم، احنا مش عارفين نوصل للثمن الاصلي، احنا مش عارفين نوصل لها. والحقنة غالية غالية وفوق يعني مقدرة اي شخص طبيعي زينا حالته متوسطة ان هو يجيب حقنة زي ديت، وهي حقنة واحدة بتحيي. يعني احنا ليه يعني مطلوب لحمزة حقنة واحدة فقط؟ مطلوب لحمزة حقنة هتتحيي حمزة من جديد، حمزة هيعيش معايا عشان حقنة. الحقنة دي هياخدها في 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 النخاع؟ الحقنة هياخدها في النخاع. في النخاع. تمام تمام مع حضرتك. احنا بالناس سياده الرئيس ان احنا نجيب الحقنه، ان الطفل ياخد الحقنه ديت. حرام اقسم ابني ايدي عشان مش قادره اجيب له حقنه. حرام. انا ان شاء الله يا رب باذن الله اكيد هنلاقي حد هيساعدنا، بس لو قلتي لي حضرتك ثمن الحقنه بيتراوح، طب قالوا لك بين كام وكام؟ بيتراوح بين 2 مليون دولار ل 5 مليون دولار. 2 مليون دولار ل 5 مليون. الحقنه احنا عارفين ان في ناس في امريكا وفي دكاتره هناك اطباء بيتبرعوا للحالات اللي زي ديت وبيبعتوا الحقنه. طب خليكي معايا يا استاذه شروق على التليفون لو سمحتي، معايا دكتور صفوه النحاس يمكن نسمع خبر حلو. الو مساء الخير يا فندم. دكتور صفوه اهلا بحضرتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. انا سمعتها طبعا، يعني ربنا يكون في عونها وربنا يا رب ابنها. احنا يعني يعني انا هاخد من الاعداد يعني كل البيانات بتاعتها طبعا، هنساعدها ان شاء الله، هنساعدها بمبلغ جايز يكون متواضع. انا بناش المؤسسات الخيريه الاخرى انها تشتغل معانا عليها، هنساعدها ب 50,000 جنيه، وحاضر الموضوع في المكتب التنفيذي بتاعنا ونشوف نقدر نساعدها بايه اكتر. لكن يعني مبدئيا كده يعني انا ما عرضتش الموضوع على فضيله الامام، لكن احنا في الحالات اللي بنتكلم فيها بنتكلم ب 50,000 جنيه. هشوف حاضر اعمل ايه اكتر يعني، لكن مبدئيا هنساهم ب 50,000 جنيه. ان شاء الله يكون الحل على ايديكم باذن الله، وتكونوا سبب في شفاء حمزه. وانا عارفه ان انتوا هتبتدوا وهتلاقوا اللي هيكمل معاكم يا دكتور صفوت. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور صفوت، شكرا، جزاك الله كل خير. مدام شروق مع حضرتك يا فندم. سمعتي دكتور صفوت النحاس؟ دكتور صفوت الف شكر. بس احنا عايزين بس نناقش سياده الرئيس في حاجه. ابني انا دلوقتي اللي عنده ده طفره جينيه، يعني انا ممكن اطفالي كلهم يكونوا كده. احنا بننزل ان يتبني مستشفى في مصر الضمور العضلي الشوكي. احنا عندنا على الجروب اللي في الواتس 3000 حاله، مات منهم 5 حالات اول الشتاء. انا ابني اول ما دخل الشتاء بيه محبوس في المستشفى، كل يوم كل يوم قلبه بيقف، كل يوم القلب بيقف، ويتصلوا علينا في نص الليل يقولوا جهاز انتوا ممكن تيجوا تستلموه ميت في اي لحظه. انا عايشه على اعصابي يا فندم، والله على اعصابي. انا فكره ان ابني ان انا اتصل علشان خاطر يعني في العنايه اتصلوا عليا، انا برجف لما يتصلوا يقولوا ده قلبه وقف، ده الرئه واقفه، ده حصل عنده شلل رخوي، ابني شبكه العين بتاعته فصلت. يعني انا ما بقتش قادره ان انا استحمل، انا حالتي النفسيه تعبت، والله تعبت. ان انا هو عنده قد ايه حمزه يا مدام؟ 8 شهور وما عندوش غيره. 8 شهور؟ 8 شهور. يعني بصي احنا هنبقى على تواصل معاكي، وان شاء الله اكيد هنلاقي حل،
وربنا هيبعت لنا اللي هيقف جنبك وجنب حمزه وطمني. وكانت البدايه مع دكتور صفوت، وانا متاكده ان هو هيحاول ان هو يوفر لك الحقنه دي، حتى لو ما سافرتيش بره الحقنه هتوصل لغايه عندك باذن الله، وان شاء الله نطمن منك على حاله حمزه تاني. نشكر مشيخه الازهر وفضيله الامام ودكتور صفوت النحاس اللي الحقيقه على طول بيستجيب دايما معانا لاي حاله في 90 دقيقه بصراحه، يعني جزاكم الله كل خير. فقره اخبارنا خلصت وفاصل وهنرجع باولى فقرتنا.